سلامات فيك شيء تعورتي الغلط علي 05 ثلاث ستات لسه حي ما مت طف عليك اي كملي كملي سمعتك ايه 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 لحظة شوي شلون صار الحادث يبا؟ ما ادري شلون سويت حادث يبا، الرصيف طلع علي والدوار وقفت الدوام. ويوم اتعلم السواقه على الجير العادي باخذ فتك جير عادي خسي اخذ جير اوتوماتيك وبزوده فل ستروكر وبعطي طا 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 وبي 8 بعد اهم شيء. الان مرة سواقة جيد جيد. So now in Saudi Arabia, women are legally allowed to drive. جيد good. شفيك واقف لحالك؟ وشو؟ شفيك واقف لحالك؟ والله اخوي اسحب علي اوصلك؟ يا ليت والله اركب يا اخوي اياك سحب عليك قالوا يبون مطعم فنان ايوه فنان ولا فنانة؟ انزل بسرعة انزل 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 بسرعة
والله تسوق امك. يعني ابوك والله تسوق والله اذبحها. والله تسوق امك. والله تسوق والله اذبحها. تتسوق غصب من عليك امك. غصب عليك. أعلمكم تسوي. نعم. ابى اجرب عزم سيارتي مع سيارتك. انت مجنونه شو؟ انتم بدون صباغ وسرعه بالشوارع تجيبون العيد في نفسكم، ولا فوق هذا الرصيف هو اللي نب عليكم، هو غلطان، كيف انا ما ادري؟ راح اكسر خشمك وادفنا واغسل شراعك بعد، انت بس جرب. جاهز. هوب هوب خليت اموت. لا لا بين عين سويقه، اليوم ما في رصيف، جاهزه؟ اي جاهزه وبمرزقك الحين. يلا. والله ما يخصني شت يا بت العيد شوياك فهميني فجأة اللي ما يستحي فجأة صح صح بارك الله فيك انا بنكشت يا ولد صح انت تدري ان اخطر محل تروح له هالايام على البر ليش ليش كل الحريم هناك الحين تعلم له سواقه يا اخوي القرار بشهر 10 وبيفتحوا مدارس تعليم قياده عاد والله شو زي مشينا بنلقى مكان فاضي اركب يلا يلا نزل باقي الاغلاط نزل ايش رايك في هالمكان لا والله ما شاء الله محل مبروك ما في احد يا هلا يلا حي الله يعافيك مرحبا الدوري الموسم ذا واخرا والطريق يا ولد الطريق عايلة واخرا لهم عايلة الطريق سلم لي يا ولد والله بغيت تدعسني والله وترى سلم بس الظاهر والله ما ادري راحوا هم وش الحل الحين؟ الحين بروح الاستراحة ايه؟ ولا عاد تدرك عشت سلم انت اسمع حرام حرام طب ليش ننسوق بالله كيف انا اروح السوق حرام حرام قلبي محروق بالله ليش ممنوع السوق زوجتك لو تطلب سيارة شو بتجيب لها؟ أعطيها مخمسين على وجه. والله أفا ليه؟ إي والله سيارة. تبي سيارة يعني وردية حمراء؟ حنا بدو ما عندنا حريم نسك. يا راسي نموني في الرجال ده. يا راسي نموني في الرجال ده ومرجلته. إذا طلبت زوجتك سيارة بتجيب لها ولا لا؟ أكيد وش نسوي عاد نجيب. وإذا كانت نفس الحجم؟ والله نطلب سطحة. خفيف دم خفيف دم ما شاء الله عليك. إذا طلبت زوجتك سيارة بتجيبها لها ولا لا؟ أكيد بجيب لها سيارة تبيها لا بعطيها سيارة رياضية عشان مقاومات أنا تعديل ولا شيء بالخارج. لو طلبتك زوجتك سيارة وش بتجيب لها؟ أبوك يا صبي أبوك ما عاد الحريم يسوقون. كلمة. إيش فيها لو جاتك وعطتك بوسة وقالت يا أبوك أحترم أبغى سيارة؟ هذا إذا عيونها ينزل لها رند وردي. أنا بفتح ورشة خاصة للنساء تخرب السيارة نجيس برأس الخدمة نشيل السيارة ونطالع إيش تبغى جير مكينة قزازات دفرنسات إيش تبغى تبين شامبر للسيارة نشامبرها تبين زي إكسفورات للسيارة أنوار زنون أوكي بوري هوا أوكي كرسيدة تفتف السيارة تنزيل طيحني من قدام أوكي زي الدرباوي يا ولد هدر يا ويلي 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 يا ربي ايه تبين تقبيل انا بجيب سواقة خاصية منين من المغرب من كبيدة يا قلبي
بالزاف من المحبة نموت عليها جامد نهبل عليها عشان نهبلش نتجنن عليها وهي تسوق السيارة فيني يا سلام سلام روح الدوام وهي تسوق فيني واجي من الدوام إلى البيت سؤال مرة صعب أنا بصراحة بحب الجيب بفكر اشتري جيب لسه ما فكرت يعني ممكن سيارة عادية يعني أكيد بنز طبعا المرسيدس جي أسود الأبيض أسود أبيض باذنجاني لا عادي بس أهم شيء أسود من برا يكون أسود وبإطارات بيج لا ما ليش ما أعرف دي الأشياء البنزين 95 اللي هي للسيارات الفول أوتوماتيك ما بعرف كمان ما أعرف فعلا ما أعرف صراحة وفي شيء أحمر وأخضر ومدري لا طبعا هعبي الشيء الكويس اللي يفيد الموتور حق السيارة لا ماني عارف الفريق قالوا لي انت بنت ما تسوقي بس بسوق غصب عنهم كيفي انا وش ذا ما له داعي صح احنا بنات ونبي نسوق هيا يلا بنات يا قرنبة الوحشة يا بنات الوحشة يا غبية روحي يمين روحي يمين انا غبية اعتقلي لا لا هو مصدر شوي طيب اعتقلي يا اختي والله الجو جميل اليوم كلتش هم من عطية واحد هم من اترك كلتش وبدوش البنزين يلا الله يقطع بليش اسمه بتدا بس اطلق كلتش شو شو يدوش البنزين سام 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 يلا عيونك قدام خليهم سام يلا ايوة ايه 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 تنتبه تبي حسبي الله ونعم الوكيل احنا مو بيسبق تموتيننا انت انا قلت دوس بنزين شرب انا بتجانا السلام عليكم السلام كيف حالك نبي مساعدتك فيه سمي ان شاء الله سمي قدس العافية اف كيف انكم اخذتوه نكشت زين بودي علمنا سواقي ابقى لله بعد انت بتسوقين بغيت موتين وقتنا راح يا شنب راح هه